كاتوا اخواتاتي غندير لكم جوج شكال، كاين اللي درت غير بالمعلقه وكاين اللي درت لابوشادوي. اللي ما عندوش لابوشادوي يقدر يديرها غير بالمعلقه، راه كتجي رائعه. هاد الكاطو كنشيوها من المكازا في الصراحه غاليه، وهي راه رخيصه متنوّل للجميع، كلشي يقدر يديرها الصغير والكبير. وكنتمنى تعجبكم اخواتاتي، واللي ما شاركش معنا في القناه يشارك معنا وشجعونا، وكما كندعمكم في القناه دعمونا حتى نتوما. كنتمنى من يوسف الزروالي اللي كنشكر بزاف بزاف، قلبت عليه في الصيف مشيت باش نشكرو على داك الاعمال اللي كيدير، مشيت قلبت على الدار وما عرفتش فين ساكن. كنتمنى ان شاء الله يشاف الفيديو ديالي يدخل القناه ديالي ويشجعنا. انا مشيت كان عزيز عليا داك الوالد، كنتبع كاع داك الشيء اللي داز عليه كنتبعو وكنبارطاجي دائما معاه. حنا عائله كبيره، كلشي كيدخل الفيديوهات ديالو كيشوف. وكنتمنى ان شاء الله يعاونونا صحاب القناه ونزيدوا لقدام. كنطلب منكم تشجعونا، والى الوصفه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خواتاتي، بغيت نحضر شويه الكاطو نتاع الكوك. ودوزوا معايا المقادير والطريقه التحضير، غنذكر معكم المقادير. غيخصني جوج كيسان نتاع الكوك، جوج كيسان نتاع السكر، كاس نتاع البيض نتاع البيض اللي عامر، شويه د الملوين، وقبيسه د الملحه. خواتاتي دابا غنذكر معكم المقادير. غنخوي داك الكاس نتاع البيض نتاع البيض، غندوز غنضربهم هنايا. ندير بحال هما البنك، غندير السكر شويه بشويه، نطلع البيض ديالي مزيان. خواتاتي غنضرب البيض ديالي حتى يطلع بحال موغانك، ما كنبغيش نطول الفيديو ونرجع معكم ان شاء الله. خواتاتي من بعد ما ضربت الموغانك ديالي، هانتوما كي كتجي تجي واقفه هانتوما، كنبغيش نطول الفيديو خواتاتي. دابا غنفرق هاد الخليط ديالي، غنحيد منه واحد شويه. دير شويه د الملوين، ندير الكوك ديالي. من بعد اخواتاتي ما خلط الكوك ديالي، هانتوما كيخصو يجي، وداك الملوين ها هو كيخصو يجي. دابا غندوز معاكم، درتو في لابوشا ادوي هنا،
هانتوما خواتاتي، دابا غنديرو في الفران يطيب، ونوريكم طريقه اخرى اللي ما عندوش لابوشادوي، نوريكم طريقه اخرى. خواتاتي اللي ما عندوش بوشادوي يدير له غير هكا بالمعلقه، هنا ماشي كلشي عنده لابوشادوي، ديرو غير بالمعلقه هكا كيجي زوين. اللي ما عندهاش هذيك تاع الكاطو تحطوه غير هكا، والحراره اخواتاتي الفران ديالكم ما ديروا على 150 درجه. انا عندي الفران ديال الضو، كيجي المنظر ديالها زويون، واخا هكا راه كتجي هي المنظر ديالها زويون، وما تحلوش عليها الفران اخواتاتي حتى كتشوفوها راه شدات اللون ديالها. غدوها شويه، دابا اخواتاتي غنديرها في الفران وملي طيب ان شاء الله ونشوفوها تشوفوها في التقديم. هانتوما خواتاتي من بعد ما رجعت معكم، هانتوما كي كتجي ديك الحلوه كتجي رائعه، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. هانتوما كتجي معلكه ومقرمشه، اللي درت غير بلا بالاخر هانتوما كي كتجي، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. هما خواتاتي ما تحيدوش حتى تكون بارده باش ما تلصقش في اللاطه. خواتاتي من بعد ما وجدت الكاطو ديالي نتاع الكوك اللي قدمت معاكم، هانتوما خواتاتي كتجي غزاله، كتجي زوينه لا المنظر لا في الماكله ديالها، كتجي مقرمشه كتجي غزاله. وهانتوما خواتاتي كتجي، هانتوما راه كتجي زوينه بحال اللي كتباع في المواكز، راه كنشروها بثمن غالي، وانتوما الا حضرتوها في ديوركم راه كتطيح رخيصه ماشي غاليه، كتجي زوينه. كنتمنى تعجبكم اخواتاتي، ها نتوما كي كتجي. واللي الاخرى اللي درت معاكم بالاخر غير بالمعلقه، ها نتوما كي كتجي حتى هذه راه كتجي زوينه، كتجي المنظر زوين حتى هي. ها نتوما اخواتاتي كتجي غزاله، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتحضروها لوليداتكم حتى نتوما. هنا انا هذا الشيء كنديرو غير في الدار ماشي للكوماند لا والو، غير لوليداتنا وروسنا. كنتمنى تعجبكم اخواتاتي وتحضروها حتى نتوما، ماشي شي حاجه صعيبه، سهله. هو إلى الوصفة المقبلة إن شاء الله.